سؤال بس ما بلش. تفضل. حكيم مريض عنده قصور كلوي، تعديل الأدوي بالنسبة للصدات أو غيره، هون بناء على حساب جي اف ار ولا معدل تصفية كرياتينين؟ قصور كلوي شو؟ قصور كلوي مزمن ولا لا؟ السماع ما صار قصور كلوي مزمن، يعني عنده ارتفاع بس باليوريا والكرياتينين. لا، هو عنده قصور كلوي مزمن مشخص يعني. هلا اذا عنده قصور كلوي مزمن، قصور كلوي مزمن عم يغسل؟ اي حكيم عم يغسل؟ اذا عم يغسل غالبا ما بتحتاج لتعديل جرعات الا قليل من الادويه، لانه اذا المريض عم يغسل فما بتعود انت بحاجه لتعديل جرعات كبيره كثير. عرفت علي شلون؟ يعني لانه بالاصل هو المريض محطوط على التحاله الدمويه، فغالبا اذا بده يغسل بيغسل مثلا كل يومين او ثلاث ايام. هلا بتحتاج لتعديل جرعات بعض الادويه هون، لانه بتكون تصفيه الكرياتينين مثلا عنده هذا المريض تكون 15 او 10 مللتر بالدقيقه او اقل، فبدك تعدل الجرعه حسب تصفيه الكرياتينين. بشكل عام عند مرضى القصور الكلوي سواء كان حاد ولا مزمن بدنا نعدل الجرعه حسب تصفيه الكرياتينين. كل دواء له حسب تصفية الكرياتينين بيقول لك انه بتعدل الجرعة للنصف او للثلث او ما شابه. مثلا اذا لو فرضنا مريض عم بياخذ ديجوكسين وهو هذا من الادوية القلبية الخطيرة، مثلا عند مريض القصور الكلوي المزمن بدك تخفض له الجرعة للنصف تقريبا او اقل. هلا انت اذا مريض قصور كلوي مزمن ما عندك مشاكل كثيرة لانه هو بالاصل عم يغسل، وبالتالي حتى لو اعطيته دواء وكان هو بالاصل ضار للكلي فالمريض خلاص بالاصل هو قصور كلوي مزمن. ولكن وين بتصير المشكله؟ هي عند المريض اللي مثلا بيكون عنده الكرياتينين 2 2.5 3 ميلي جرام ديسلتر. هون بدك تتوخى الحذر وحذر شديد جدا باعطاء الادويه، وما بتعطي دواء الا تكونك متاكد انه قديش جرعه الدواء وبتعدله حسب الكرياتينين وحسب تصفيه الكرياتين. تمام؟ اي تمام حكيم. بس حكيم مثل المريض عنده كرياتينين 3، انه بده يحسبه جي اف ار له قانون 140 ناقص العمر ضرب الوزن على 72 ضرب الكرياتينين تبعه. تمام. اي هذا المريض يعني ايمتى استخدم هذا القانون؟ لاني مره بالجناح شفت الدكتور كان يعني استخدم هذا القانون بصراحه، بس ما عرفت شو استخدمه وما حسنت اساله يعني صراحه وقتها. انت ما شفته عم يحسب هاي القاعده هاي؟ لا والله على الكرياتين معدل تصفيته لا ما حسب عليها. بده يحسب تصفيه الكرياتين ويحسب معدل رشح الكبه، بس مشكله تصفيه الكرياتين انه بدك تعمل جمع بول 24 ساعه لتحسن يعني. اما في قوانين تانية، قوانين تقريبيه ولكن لا يفضل استخدامها يعني لانه ما بتعطيك قيمه دقيقه. عرفت؟ اما هي تصفيه الكرياتين هذا الستاندرد ميزته الاساسيه بس انه بدك تجمع بول 24 ساعه لتحسن تحسب معدل تصفية الكرياتينين وفقا لهالقانون هذا. ولا كرياتينين وطبعا ايضا العائق الثاني اللي راح يعيقك هو انه كرياتينين البول كمان بدك تقيس كرياتينين البول وتقدره بالميلي جرام بالديسلتر. يعني بدك حتى تحسن تستخدم هالقانون هذا لازم يكون عندك كرياتينين المصل، قول هذا سهل، بده يكون عندك حجم بول 24 ساعة، وبده يكون عندك الكرياتينين في البول. بس بشكل عام تعديل الأدوية بيكون حسب مو مستوى الكرياتينين، حسب معدل تصفية الكرياتينين أو معدل الرشح الكبي. لأنه بتلاقي بالأدوية مثلا بقول لك إذا كان الـ بعض الأدوية، هلا مثلا الميتفورمين اللي هو هذا شائع، مثلا الميتفورمين ما بقول لك حسب تصفية الكرياتينين. مثلا بالكتب وبالدراسة بيقول لك الميتفورمين مضاد استطباب اعطائه لأي مريض عنده الكرياتينين أكثر من 1.5 ميلي جرام بالديسلتر. ليش؟ لأنه ممكن يدخل المريض بحماض لبني لاكتيك أسيدوسيس. أما في بعض الأدوية بقول لك إذا كانت تصفية الكرياتينين مثلا أقل من 50 مللتر بالدقيقة هون بدك تخفض جرعة الدواء للنصف. إذا كانت أقل من 30 مللتر بالدقيقة بدك تخفضها مثلا إسا أكثر. وفي بعض الأدوية ممنوع تعطيها. هلا مثلا الإنسولين عادة المرضى السكري، بكرة بس ندرس ما بعرف أنتوا دارسين السكري أو شيء، بس لكن أغلب مرضى مثلا داء السكري اللي بيكونوا معالجين بالإنسولين بس صار معه قصور كلوي مزمن ودخل بقصور كلوي مزمن وبلش يغسل بتلاقيه تخلى عن الانسولين، لانه اذا بدك تضل تعطيه نفس جرعه الانسولين بيطاول زمن تاثير الانسولين وبيؤدي لحدوث نوبات نقص السكر. فاغلب مرضى القصور الكلوي المزمن
عادة بنوقف لهم الأنسولين لأنه بينضبط السكر عندهم بسبب تطاول زمن تأثير الأنسولين وما بعودوا يحتاجوا أنسولين. هلا نبلش بمحاضرتنا أمراض الكبد، وهي من أهم الأمراض التي تدرس في أمراض الكلى. هون طبعا مقدمة عن النيفرولوجي، وهي مقدمة بسيطة. أهم ما فيها أنه النفرونات تتألف بشكل أساسي من كبب وأنابيب بولي، وبالتالي نميز نوعين رئيسيين من أمراض الكلى: أمراض الكبب وهي الأهم والأخطر، وأمراض الأنابيب بتكون أقل خطورة. طبعا في أمراض تانية بتصيب الأوعي والخلال. يوجد حوالي مليون نفرون في كل كلي، وبالتالي يوجد مليون كوبيبي في كل كلي. يتألف الجدار الشعري الكبي من الداخل إلى الخارج من خلايا بطانية الإنديتوليوم وغشاء قاعدة وخلايا قدمية أو خلايا ظهرية حشوية، هاي اللي بيسموها الخلايا القدمية البودوسيت، وخلايا ميزانشيمية. هلأ مقدمة عن التهاب الكبب والكلي. يطلق مصطلح التهاب الكبب والكلي على مجموعة من الأمراض التي تحدث بآليات مختلفة، أهمها هي الآليات المناعية. يعتبر التهاب الكبب والكلي السبب الأهم للإصابة بالقصور الكلوي المزمن، وذلك لأنه يكون صامد سريرياً في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى عدم انتباه المريض وتفاقم الأمر وصولاً إلى مرحلة القصور الكلوي. التهاب الكبب والكلي دائماً وأبداً بيكونوا ثنائي الجانب ومتناظر، ما بصيب كلي لحالة. تعتبر متلازمات الكبي البدي هي أمراض الشباب، حيث أن مشاهدتها عند الأعمار الكبيرة تستدعي البحث عن سبب ثانوي مثل تناول دواء أو في سياق أمراض جهازي. هلأ ملاحظة للتجديد أن الكبب الكلوية هي من الأنسجة النبيلة، إذا تخربت وتنخرت فإنها تتليف ولا تتجدد، ولذلك نكون في الأمراض الكبيبية على صراع مع الوقت لإنقاذ الكبب. وسيستخدم مصطلح التهاب الكبب والكلي للجلوميرولو نفرايتس كمصطلح رديف لأمراض الكب الكلوية خلال المحاضرة. طبعا احنا بنستخدم مصطلح التهاب الكبب والكلي. هلأ الآلية المرضية لاعتلالات الكبب والكلي، هناك عدة آليات لحدوث اعتلالات الكبب والكلي. أهمها الآلية المناعية وهي الأهم، راح نفصل فيها خلال محاضرتنا. الآلية الاستقلابية، تحصل اعتلالات الكبب والكلي عند مرضى الداء السكري وعند مرضى الداء النشواني، وهدول احنا بنسميهم اعتلالات الكبب الثانوي. في ايضا نوع اعتلالات الكبب والكلي الوراثي. هلا الآلية المناعية بتدخل فيها عناصر مناعية مختلفة، معقدات مناعية ومتممي التي والمتممي اللي بترتبط بالمعقدات المناعية، إما أن يعتبر أحد عناصر الكلي مصددا خارجيا فيهاجم بالأضداد الكلي، الأضداد أو المناعة الخلوية تبعية الجسم تتعرف عليه كمستضد خارجي، كأنك حقنته من الخارج وبتروح بالتالي بتشكل أضداد وبتروح بتهاجمه، أو تترسب معقدات المناعية في الكبب الكلوي أو الميزانشيم، بعدها بتتدخل عناصر المتممة وبتكمل الحدثية الالتهابية الموضعية التي تنتهي بتخرب الكبب المستهدفة. هلأ بنجي على المعقدات المناعية الإميون كومبلكس، وهي الآلية الأشع بين الآليات الإمراضية لالتهاب الكبب والكلي. تتشكل المعقدات المناعية مثل ما بتعرفوا من تفاعل ضد مستضد أنتيجين أنتيبادي. قد تكون الأضداد من أنواع IgA أو IgM أو IgG حسب المرض، أما المستضدات فقد تكون خارجية المنشأ كمستضدات جراثيم المكورات العقدية، أو داخلية المنشأ مثل الحمض النووي DNA كما في الذئب الحممي الجهازي. هذه المعقدات إما أن تتشكل في الدوران وتنتقل مع الدم لتصل إلى الكلي وتترسب في الكبب الكلوي،
أو قد تشكل ضمن الكبة الكلوية نفسها. هلأ الأضداد أو الجلوبولينات المناعية هاي قد تترسب على الغشاء القاعدي أو في المنطقة الميزهانشيمية، ولنتعرف على كلا الشكلين. ترسب الأضداد على الغشاء القاعدي أو بسموها الأضداد الخيطية، لما بتترسب الأضداد بشكل خيطي على الغشاء القاعدي، في هذه الحالة يكون الغشاء القاعدي هو المستضد، فتترسب الأضداد على طول الغشاء القاعدي وتعطي مظهرا خيطيا لماعا بالتألق المناعي. بأحد الأمثلة على هذه النوع من المرض وهو أنه بتتشكل أضداد ضد الغشاء القاعدي للكبب الكلوي أو الغشاء القاعدي للأسناخ الرئوي هو دا جود باستور. دا جود باستور تتشكل فيه أضداد ضد الغشاء القاعدي بسموها أنتي بيزل ممبرين للكبب الكلوي وللأسناخ الرئوي، فبالتالي بتؤدي لالتهاب كبب الكلي، وبتكون الأضداد بالتألق المناعي مترسبة بشكل خيطي. وأيضا بسبب تشكل الأضداد ضد الغشاء القاعدي للأسناخ الرئوي بيحدث عند المريض نفث دموي. رح يمر معنا هذا المثال على ترسب الأضداد الخيطي. أما ترسب الأضداد في المنطقة المصراقية أو الميزانشيمية، هون بتتوضع جلوبينات مناعية شاذة بين الخلايا الميزانشيمية، وهي الآلية مثال عليها دا بيرجر أو اعتلال الكلي بالآي جي اي. هذا أحد الأمراض اللي بترسب فيها الأضداد بالميزانشيم. أما ترسب الأضداد بشكل خيطي على الغشاء القاعدي فهذا مثال عليه دا جود باستر. كيفية كشف أذية الكبب في حال حدوثها بآلية مناعية؟ هلأ قبلها شوفوا هالصورة هاي هوني، هاي مثال عليها، هاي الصورة اليمين هوني، هذا مثال عليه مثل دا جود باستر. هوني بالتألق المناعي هذا أو الومضان المناعي بعد ما يأخذوا خزعة الكلي بلونوها مناعيا، فبتظهر ترسب الأضداد هون بشكل خيطي على الغشاء القاعدي للكبب الكلوي، هذا مثال عليه دا جود باستور. أما هون الصورة اللي عليه صار هي ترسب الأضداد ضمن الميزانشيم، ومثل ما ذكرنا بتكون متناثرة بالميزانشيم، فمثل ما ذكرنا عليه مثال اعتلال الكلي بالآي جي اي أو دا بيركا. هلأ بنجي لكيفية كشف أذية الكبب في حال حدوثها بآلية مناعية. يتم ذلك من خلال تشريح المرضي واستخدام تلوينات مناعية خاصة تستهدف الجلوبينات المناعية الآي جي جي والآي جي اي والآي جي ام مع مكونات جملة المتممة عادة السي 3 والسي 4 والسي 1 كيو. الترسبات المناعية قد تحدث إما ضمن العرى الشعري أو في المنطقة المصراقية أو ميزانشيمية، وقد تكون هذه الترسبات إما مستمرة خيطية كما مثال اللي تحت على اليمين، أو متقطعة بتكون حبيبية على طول جدار الوعاء الشعري أو المنطقة المصراقية. هلأ بنجي لتصنيف اعتلالات الكبة الكلوية. تصنف أمراض الكبب الكلوية وفق عدة تصانيف، وتشمل التصنيف حسب التظاهرات السيرية والمخبرية والآلية الإمراضية وحسب التشريح المرضي وحسب السير السري. أولاً التصنيف حسب التظاهرات السريرية المخبرية، هون هي بتركزوا لي عليها بشكل كويس كتير كتير لأنه هي دائماً مثار للأسئلة، وهي مو مثال بس فقط للأسئلة، للحياة العملية. نميز متلازمتين رئيسيتين هما المتلازمة الكلوي أو الكبي أو بسموها نفريتيك سيندروم، نفريتيك سيندروم. والنمط الثاني هو المتلازمة الكلائية أو النفروزي اللي هو المصطلح عليه اسمه النفروز، وهي النفروتيك سيندروم. هذول لازم ما تنسوهن، الكبي أو الكلوي بسموها النفريتيك نفريتيك سيندروم، أما الكلائية أو النفروزي بسموها النفروتيك سيندروم. هلا المتلازمة الكلوي أو الكبي النفريتيك هي اعتلالات كبيبية مميزة بحدثية التهابية ونزف، غالبا ما تقتصر الحالة على وجود تغيرات مخبرية في فحص البول، إلا أنه يمكن أن تظهر الحالة بمجموعة من الأعراض السريرية والتغيرات المخبرية والتي تساعد في وضع تشخيص مبكر نسبيا. وهي هون تجمعها يعني بداية الأحرف عبارة عن تجمع في كلمة فرعون أو فارو،
بداية الأحرف وعندنا هي البيلي بروتيني بروتينيورا. عادة البيلي بروتيني بالمتلازمة بي أو بالمتلازمة الكلوية بتكون أقل من 3.5 جرام بال24 ساعة. ال H هي الهيماتوريا بيلي دموية كوبي بيلي دموية شاملي بلون أحمر أو بلون الكولا أو شاي. يعني مو ضروري إنه تكون بلون أحمر، أحيانا بيجيك المريض بقول لك لون بولي مثل لون الكولا أو لون الشاي. الأزوتيميا هي يعني الأزوتيميا المقصود فيها هي ارتفاع اليوريا وتدني وظائف الكلى، بيرتفع تركيز المركبات الحاوية على النيتروجين في الدم البولي والكرياتينين بسبب قصور الكلى عن طرحها في البول وذلك في المراحل المتقدمة. الآر هي Red Blood Cell كريات دم حمراء أو كريات حمر مشوهة ديسمورفي، والصوانات كريات حمر أيضا. شح بول أوليغويوريا بكون حجم البول أقل من 400 مللتر باليوم بسبب التهاب في الكبب والانسدادة. والH هي H2O أي احتباس الماء والصوديوم بسبب شح البول وبالتالي بتأدي لوزمات وارتفاع توتر شرياني. هاي مميزات المتلازمي الكبي أو الكلوي، وأهم أنه البيلي الدموي والصوانات الكريات الحمر. البيلي البروتيني بتكون أقل من 3.5 جرام بال24 ساعة. الأزوتيميا هي ارتفاع نواتج اللي بتحتوي على الأزوت وبالتالي ارتفاع البولي والكرياتينين. مثل ما ذكرنا الكريات الحمر بتكون مشوهة مع صوانات كريات حمر، شح بول وأيضا احتباس الماء والصوديوم وبالتالي بتترافق مع وزمات وارتفاع توتر شرياني. هدول المكونات الأساسية للمتلازمة الكبي، ما تنسوها أبدا. بشكل عام التهابات الكبب والكلي هي آفات صامتة تترقى لتصل إلى مرحلة القصور الكلوي، أي لا تظهر بأي أعراض، وتقتصر الحالة على تغيرات مخبرية في تحليل البول تدل على وجود متلازمة كبي، وظهور الأعراض هو بادر خير يساعد على وضع التشخيص والبحث عن السبب لحماية المريض من وصول إلى القصور الكلوي. فوجود معطيات تدل على وجود متلازمة كبي في تحليل البول يستدعي إجراء خزعة كلي في معظم الحالات. هلأ نظيرتها اللي هي مثل ما ذكرنا المتلازمة الكلائية أو المتلازمة النفروزية نفروتيك سيندروم، وهي كمان مهمة نظريا من ناحية الأسئلة وعمليا بالحياة العملية. وهو اضطراب كوبيبي يتميز بنفوذي زائدي في الكبب الكلوي وبيلي بروتيني. مثل ما ذكرنا البيلي البروتيني اللي بسموها نفروزي يعني نفروتيك ليفل. دائما البيلي البروتيني النفروزي اللي بكون بيلي بروتيني غزيرة بتكون أكثر من 3.5 جرام بال24 ساعة، وعادة قد تصل في بعض الأمراض اللي بتأدي لمتلازمة نفروزية أحيانا قد توصل لخمسة أو ستة جرام ببول 24 ساعة. وهي أهم الموجودات في المتلازمة النفروزية هي البيلي البروتيني. أيضا تترافق المتلازمة النفروزية مع في كلمة هيلب، هي بترافق مع الهايبو ألبومينيا دائما. هايبو ألبومينيميا هي دائما المتلازمة النفروزية ترافق مع نقص الألبومين لأقل من 3 جرام بالديسيلتر، وأيضا ترافق مع الهايبو جاما جلوبولينيميا نقص جاما جلوبولين الدم، نقص الجاما جلوبولين لأنه بصير ينطرح بالبول وبالتالي بأهب لحدوث الإنتانات. لذلك مرضى النفروز دائما بيكون عندهم أهبي لحدوث الإنتانات، وأيضا بيكون عندهم زيادة الأهبي للخثار هايبر كوغلوبيل ستيت بسبب فقدان الأنتيثروبين 3. الأنتيثرومبين 3 يصير المريض يطرحه بالبول واللي هو هذا مضاد ثرومبين 3، فبصير عنده زيادة استعداد لحدوث الخثرات. أيضا إديمة وغالبا بتكون الوزمات انطباعية. عادة مرضى النفروز أول ما بتبدأ عنده الوزمات تلاقيهم أول ما بفيق صباحا بصير عنده وزمة بالأجفان، بتلاقي أجفانه مع بيحسن يفتحها والأجفان بتكون متوزمة، وبعدين بقى بتظهر عنده وزمات بالطرفين السفليين، وخصوصا الوزمة بتكون شديدة صباحا سواء بالأجفان والعيون ولا بالطرفين السفليين، وبتكون الوزمة انطباعي. يعني إذا جيت ضغط على الجلد جلد الساق مقابل عظم الضنبوب، إذا بدك تتحرى الوزمة الانطباعي بالعادي تضغط على الجلد
بإبهام إصبعتك، بإبهام إصبعك تضغط على الجلد المقابل للضنبوب وبتكبس عليه ضغطة خفيف، فإذا كان في سوائل تحته بتلاقي صارت طاجي وما بترتد. أما إذا ما كان في وزمات بتلاقي ما بتصير، ما بيطعج الجلد تحتك وبيرجع مباشرة لحاي سوي. أما لما بتكون في وذمي بتلاقي إصبعك بتنزل هيك بتغوص وبتسوي مثل انطباع، وبدأ تقريبا شي دقيقتين أو ثلاث دقائق ليرجع هذا الانطباع لحاي سوي. فهي اللي احنا نسميها، لذلك بسموها الوذمي الانطباعي أو البيتينج إدما. أيضا بترافق مع اضطراب شحوم الدم ليبيد أبنورماليتيز، بترافق دائما المتلازمة النفروزية مع فرط شحمية الدم وفرط الكوليسترول بسبب زيادة تصنيع في الكبد واضطراب نقلها في الدم واستقلابها، لأن الكبد عادة كاستجابة لخسارة الألبومين يزيد من إنتاج بعض البروتينات ومن ضمنها البروتينات الشحمية. وبناء على هذه النقطة سيزداد اطراح الشحم بالبول وبيؤدي لحدوث اسطوانات شحمية مثل ما ذكرنا الباتي كاست. لذلك التمييز كتير مهم بين المتلازمي الكلائي وبين المتلازمي الكبي. لاحظ أهم الفروق بيناتهم، المتلازمي الكبي البيل البروتيني فيها بتكون أقل من 3.5 جرام بالديسيلتر ب 24 ساعة، أما المتلازمي الكلائي بتكون أكثر من 3.5 جرام بالديسيلتر. لاحظ هون بالمتلازمي النفروزي ما نذكر أبداً بيلي دموي ولا اسطوانات كرية حمر، اللي نذكر هو اسطوانات شحمية. أما بالمتلازمي الكبي عادة كريات حمر مشوهة واسطوانات كريات حمر. لاحظ هون ما في احتباس، لاحظ هون ما في ارتفاع توتر شرياني. بالمتلازمي الكبي عادة تترافق مع ارتفاع توتر شرياني. فأهم ثلاث ميزات بتفرقوا فيهم بين المتلازمي الكوبيبي أو الكلوي وبين المتلازمي النفروزي، هي غياب بالمتلازمي النفروزي ما بكون فيها بيلي دموي ولا صوانات كرية حمر ولا بيكون فيها ارتفاع توتر شرياني. بالإضافة إلى مميزات، بس لازم تحفظوا وين هدول وما تنسوا وين أبداً، لأنه هدول مثل ما قلت لكم هني الأساس بالحياة العملية لتعرف هالمريض هذا عنده نفروز ولا التهاب كباب وكلي حاد. هلأ في شغلة مهمة، وهي في بعض أمراض الكبب أو أنواع معينة من التهابات الكبب والكلي بتتظاهر بتظاهرات مشتركة بين المتلازمي الكبي والنفروزي. هلأ احنا مثل ما ذكرت ميزنا لكم بين المتلازمي الكبي والمتلازمي النفروزي. في بعض الأمراض بيشترك فيها اثنين، فبتلاقي بعض الأنواع من التهاب الكبب والكلي بتلاقي فيها بيلي دموي مع صوانات كرية حمر مع بيلي بروتيني غزيرة أكثر من 3.5 جرام ديسيلتر، لأنه مثل ما ذكرنا أنه المتلازمي النفروزي أهم ميزة فيها هي البيل البروتيني الغزيرة اللي بتكون أكثر من 3 جرام ببول 24 ساعة، وعادة هاي ما بتكون مميزة للمتلازمي الكوبيبي، فبالتالي عند اجتماعهم مع بعضهم هاي بتدعى النفروز غير النقي أو النفروز غير الصافي، لأنه النفروز النقي راح ندرسه لاحقا احنا بنسميه داء قليل التبدلات، هذا ما بيكون فيه لا بيلي دموي ولا صوانات كرية حمر. لكن لما بنوجد عند مريض بيلي نفروزي بيلي بروتيني نفروزي مع صوانات كرية حمر ومع بيلي دموي وارتفاع توتر شرياني، فهذا احنا بنسميه نفروز غير نقي، لانه تشاركت المتلازمي الكبي مع المتلازمي النفروزي، وراح نذكره بالمحاضرات خلال دراستنا. هلا هاي التصنيف الثاني بتصنف حسب الآلية الامراضية. مثل ما هو معلوم اعتلالات الكبب والكلي تصنف إلى بدئي وثانوي. هلأ التهابات الكبب والكلي البدئي البرايمري. يا شباب أمور تمام ماشي معكم؟ ايه دكتور ما تمام، راح بشرح شوي وحتى ما يتعب راسكم راح بعطيكم استراحة تريحوا فيها شوي، بس خلونا نخلص من التصنيف لأنه أمراض الكبب يعني هي كتير مهمة وصعبة عليكم بالبداية ولكن بتتعودوا عليها. هلأ عنا التهابات الكبب والكلي البدئي،
تكون الإصابة محصورة في الكلي بشكل أساسي وليست تظاهرة لأمراض خارج الكلي، لذلك تسمى BDE. هناك حوالي 15 نوع لالتهابات الكبد والكلي BDE، ولا يميزها عن بعضها مثل ما ذكرنا إلا خزعة الكلي والتشريح المرضي، فكلها تتظاهر بمتلازمة كبي ذات سير سريري متقارب، تعد بالغ الخطورة وأخطر من اعتلالات الكبب أو التهابات الكبب والكلي الثانوي، حيث تكون في البداية بطيئة السير وصامتة سريريا. قد تقتصر الموجودات على بيلي دموية غير عيانية، يعني بيلي دموية مجهرية، يعني ما بتنكشف إلا بفحص البول، مع كمية قليلة إلى متوسطة من البروتين، مع صوانات كليات حمر لا تكتشف إلا صدفة عن طريق إجراء تحليل البول لسبب ما، وبتترقى الحالي في حال عدم اكتشافها لتصل إلى مرحلة القصور الكلوي، أي أن المريض لا يعاني من أعراض قد تستدعي زيارة الطبيب، لا بيكون عنده أعراض عامة ولا ألم، وبالحالات الشديدة المتقدمة قد تترافع مع ارتفاع ضغط وذمان. أما التهابات الكبب والكلي الثانوية بتكون إصابة كلي هون ناتجة عن مرض جهازي، قد يكون مناعي مثل الذئبة الحمامية الجهازية وصلابة الجلد والتهابات الأوعية، أو غير مناعي مثل الداء السكري. عادة بيكون تشخيصها سهل لوجود مرض جهازي وكثرة الأعراض الموجودة مثل الذئبة الحمامية الجهازية، شيء متوقع بس تدرس الروماتولوجي بتشوفوا أنه الإصابة الكلوية هي الإصابة الأخطر عند مرضى الذئبة الحمامية الجهازية، وبالتالي أصلا أي مريضة عندها ذئبة حمامية جهازية بشكل دوري الراقب لها وظائف الكلي. عند مرضى الداء السكري كمان من أهم الفحوص اللي بدك تراقب له إياها لمريض السكري هي الكرياتينين واليوريا وبيلة الألبومين المجهرية، لا تتحرى عن وجود اعتلال الكلي السكري. هلأ بس أعطيكم هالجدول هذا وبعدها بناخد استراحة لأنه حتى ما يسكر مخكم. هلأ الأمراض الكبي البدئي والأمراض الكبي الثانوي، يعني التهاب الكبب والكلي البدئي والتهابات الكبب والكلي الثانوي. الأمثلة على التهابات الكبب والكلي البدئي وهو الداء قليل التبدلات اللي أو يسموه المينيمال تشينج ديسيز، هاي الام سي دي، وهو هذا بيكون أشع عند الأطفال وبيتظهر بشكل متلازم نفروزي صافي. عندنا التهاب الكبب والكلي الغشائي هذا الممبرانوس، وعندنا التهاب الكبب والكلي المنمي الغشائي الممبرانو بروليفيراتيف جلوميرولونفراز ام بي جي ان، وعندنا التصلب الكبيبي القطعي البؤري هذا الفوكال سيجمنتال جلوميرولونفراتيس، واعتقد بالاي جي اي او هذا بسموه نسبة للعالم داء بيرغا. أسباب وراثية أحيانا خلقي متلازمة ألبورت، ومعنا من أهم أنواع التهابات الكبب الكلي اللي هي لازم ما تنسوها لأنه بتدرسوها بأماكن كتير حتى بالأطفال، التهاب الكبب الكلي التالي للإصابة بالعقديات اللي هو البوست سريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. أما الأمراض الكبية الثانوية فهي اللي بتحصل مترافقة مع داء السكري والداء النشواني الذئبي الحمامي الجهازي، بعض الأدوية مثل البنسلامين وبعض الإنتانات، الملاريا والسيفليس والإيدز والتهاب الكبد بي، والخبثات مثل الكارسينوما والميلانوما. طبعا دائما في اختلافات بيناتها، ولكن هي بشكل عام. راح ناخذ استراحة للساعة 7 للساعة 8 وبنرجع من كثة حتى ما يعني حتى تكونوا بس جددتوا نشاطكم شوي.
يلا زملائنا نرجع للمحاضرة.
زملاء عم تسمعوني؟ ايه دكتور معك. يلا ايه تمام دكتور. يلا نتابع المحاضرة. هلا التصنيف حسب التشريح المرضي، التشريح المرضي او خزعة الكلي هو الوسيلة الاساسية للتشخيص الدقيق لاعتلالات الكبي الكلوي. دراسة الخزعة هي التي تصنف المعقدات المناعية والأضداد وتوضعاتها، وبالتالي تحدد طبيعة ونوع المرض الكبة، وهذا ما يهمنا جدا في تحديد الإنذار. بحدد الإنذار في بعض الالتهابات مثلا تكون تسبب قصور كلوي خلال 5 سنوات، أما بعض الآخر قد يترقى ببطء إلى المراحل النهائية للقصور الكلوي خلال 20 سنة، وبعضها بتشفى عفويا. وأيضا بفيد بتحديد العلاج اللي بيختلف حسب النمط النسيجة للمرض الكوبي. الوسائل التشخيصية الرئيسية في دراسة الخزعة وهي مستخدمة عادة المجهر الضوئي والتلوين المناعي اللي هو الأهم اللي بيضر ترسبات المعقدات المناعية أو الأضداد، والمجهر الإلكتروني. المجهر الإلكتروني عادة بيستخدم للأبحاث. هلأ المعيارين الأساسيين في التصنيف حسب تشريح المرضي، حسب حجم وانتشار الأذي الكبي، وحسب التبدلات التشريحي المرضي المشاهد. التصنيف حسب حجم وانتشار الأذي الكبي هذا بيعتمدوا عليه كثير بالتشريح المرضي. النوع المنتشر اللي ديفيوز، ايمت بقولوا عنه منتشر؟ بقولوا عنه منتشر اللي بتكون أذية منتشرة في كل الكبب الكلوية المأخوذة في الخزعة، وبشكل دقيق عندما بتكون أكثر من 50% من الكبب مصابة بسموه منتشر. أما النوع البؤري الفوكال بتكون بعض الكبب مصابة وبعض الآخر سليم بشكل أدق، أقل من 50% من الكبب، فهم بسموه فوكال أو بؤري. النمط القطعي سيجمنتال، هوني بتصيب الأذي جزء من الكبي الواحدي ويكون باقي الكبي سليما. النمط الشامل الجلوبال بتكون الأذي شامل لكل لكامل الكبي الواحدي. في نموذج بيجمع بين نوعين وهو البؤري القطعي الفوكال سيجمنتال، تجتمع فيه خصائص الفوكال البؤري والقطعي، فتكون بعض الكبب مصابة وبعض الآخر سليم، وهذا النوع اللي احنا سميناه البؤري. والقطعي بتكون بعض الكبب مصابة وبعض جزء منها سليم، وهذا النوع الأخطر من هذه الأنماط على الإطلاق، حيث أنه يعد معند على العلاج وغالبا ما ينكس بعد الزرع. هلأ هون أمثلة النمط المنتشر مثل ما ذكرنا بيصيب الكبب الكلوي وبتكون نسبتها أكثر من 50% من الكبب الكلوي بسموه منتشر. النوع البؤري بيصيب بعض الكبب والكبب الأخرى بتكون سليمة وبتكون نسبة أقل من 50%. هذا النمط الشامل بيصيب الكبي الكلوي بشكل بكاملة. النمط القطعي بيصيب فقط جزء من الكبي الكلوي. هلأ التصنيف حسب تبدلات تشريحية المرضية، هون منميز نمطين رئيسيين حسب وجود تكاثر خلوي أم لا. فإذا وجد تكاثر خلوي بسموه النمط المنمي، وإذا كان ما في تكاثر خلوي بسموه النمط غير المنمي. هلأ النمط المنمي أو التكاثري لبروليفيريتيف تايب، هذا عندما تتوضع المعقدات المناعية في الكب الكلوي فإنها تؤدي إلى تخرب بعض الخلايا، مما يدفع بقية الخلايا إلى القيام بتكاثر غير مضبوط لكنه أقل من التكاثر الذي يحدث في التهاب الكبب والكلي الحاد تحت الحاد ذو الأهلي. هذا رح ندرسه لاحقا. ومن الأمثلة عن نمط المنمي، هدول لازم تحفظوهن، أيو بكون في نمط منمي وأيو بكون في نمط غير منمي، لأنه هاي كمان معايير تشريحي مرضي بالتهابات الكبب والكلي. عندنا النمط المنمي هو التهاب الكبب والكلي تحت الحاد أو المترقي بسرعة، أو اللي بيسموه التهاب الكبب والكلي ذو الأهلي، هذا له 3 تسميات. وأيضا عندنا اعتلال الكلي بالآي جي اي، التهاب الكبب والكلي المنمي الغشائي، والتهاب الكبب والكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات. هذول بيحصل فيهم تكاثر خلوي لذلك بسمون منمي.
أما النمط غير المنمي أو غير التكاثري النن بروفليراتيف هذا له نمطين رئيسيين وهي قليل التبدلات والنمط الغشائي. النمط قليل التبدلات وهو هذا اللي بيؤدي للمتلازم النفروزي الشائع عند الأطفال بسموه المينيمال تشينج ديسيز. هوني لو أجرينا خزعة كلي فلن نلاحظ أي تبدلات بالمجهر الضوئي ولا بالتألق المناعي، وتسمى هذه الحالة بالكلي سليمي ضوئيا، لذلك سموه قليل التبدلات لأنه ما بيظهر شيء بالمجهر الضوئي. أما بالمجهر الإلكتروني فقط اللي بيتلاحظ بالمجهر الإلكتروني وهو انمحاء أو التحام استطالات الخلايا القدمية، لذلك سميت بالداء قليل التبدلات لأنه فقط بالمجهر الإلكتروني بيظهر انمحاء أو التحام استطالات الخلايا القدمية، هي قلنا لكم عليها البودوسايت. أما بالمجهر الضوئي ما بتظهر فيه أي تبدل. يعتبر الداء قليل التبدلات من الأمراض التي تكشف بسهولة من خلال القصة المرضية وإجراء تحليل البول، وبالتالي لا داعي لإجراء خزعة كلي عادة. هلأ إذا كانت التظاهرات السريرية لداء قليل التبدلات وصفية مثل طفل عنده متلازمة نفروزية نقية صافي، وبهيك حالي ما في داعي لإجراء خزعة كلي، يعني بتعتمد على الفحوص المخبرية والقصة السريرية، يعني بتلاقي عنده مثلا بيلي بروتيني غزيرة وزمات انطباعية، وبتلاقي عنده نقص بالألبومين ونقص بالجلوبولين وارتفاع بالدهون والكوليسترول، فبالتالي بهيك حالي هذا ما مثلا ما لقيت عنده لا اسطوانات كريات حمر ولا بيلي دموي ولا ارتفاع توتر شرياني، فهذا يعتبر عند الأطفال داء قليل التبدلات، وبالعادي ما بنحتاج لإجراء خزعة كلي إلا في بعض الحالات الخاصة مثل أنه تستمر البيلي البروتيني لمدة أكثر من 3 أشهر، أو إذا كان معند على السيرويدات لأنه بالعادي عادة بيعطوا فيه علاج بالسيرويدات، إذا ما استجاب على السيرويدات فممكن هون استطباب لإجراء خزعة كلي، أو إذا حصل عند الكبار بالسن لأنه حتى نميز إذا كان هو بسبب التهاب كبد كلي بدء ولا بسبب ثانوي بسبب مرض آخر. وعندنا النمط الثاني هو النمط الغشائي، هذا الميمبرانوس. في هذا النمط بتتوضع المعقدات المناعية على السطح الخارجي للغشاء القاعدة، لذلك سميها ميمبرانوس. بيتلاحظ في هذا تسمك بالغشاء القاعدة لكن دون حدوث تكاثر خلوي مرافق. هذا بخلاف النمط قليل التبدلات تحتوي خزعة الكلي على موجودات بالمجهر الضوئي. هلأ النمط المنمي الغشائي هذا بيتضمن تبدلات تشريحية مرضية تتبع لكل النمطين المنمي والغشائي، فلذلك سموه منمي وغشائي، سمي غشائي لأنه بيتسمك الغشاء القاعدة إلى وسمي منمي بسبب وجود تكاثر خلوي على حساب الخلايا الكبي الكلوي، لذلك سموه منمي وغشائي. هلا هوني مضى الصور الشعاعية، الداء قليل التبدلات فقط بيتلاحظ في بالمجهر الإلكتروني انمحاء استطالات الخلايا القدمية، والنمط الغشائي تترسب فيه المعقدات المناعية مع تسمك بالغشاء القاعدي وهي الصورة اللي بالوسط، والمنمه لاحظوا وجود تكاثر خلوي داخل لمعة الأنابيب البولي بالإضافة لتسمك الغشاء القاعدي. هلا التصنيف حسب السير السريري، إما أن يصنف إلى التهاب كبد وكلي حاد، هذا يشفى خلال 10 إلى 15 يوم، وغالبا هذا ما بيكون تالي للإنتان بالعقديات، أو التهاب كبد وكلي مزمن، هذا بينتهي بالقصور الكلوي خلال 10 إلى 15 سنة، وبكون صامت سريريا لكنه قابل للتشخيص مخبريا. وعندنا النوع الثالث هو التهاب الكبد والكلي تحت الحاد، وهذا الأخطر فيهم، أو بسموه أيضا المترقي بسرعة أو ذو الأهلي، يسموه رابدلي بروغريسيف جلوميرولونفرايتس أو كريسنتيك جلوميرولونفرايتس. هذا بيتطور سريعا خلال أسابيع أو أشهر إلى القصور الكلوي، لذلك أن يجب أن يعالج بالسرعة القصوى بالسريدات ومثبطات المناعة، وفي بعض الأمراض بيستخدموا فيها في صيد البلازما.
يظهر على شكل فقدان النسيج الكلوي وبكون في أهلي بالتشريح المرضي. هلأ بنجي لالتهاب الكبد والكلي الحاد، وأهم مثال عليه على الإطلاق واللي هو الكلاسيك، يعني الكلاسيكي، هو التهاب الكبد والكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات. هذا بيسموه البوست ستريبتوكوكال جلومينوفرايتس، أو هوني هذا التالي للإنتان بالعقديات، أما هوني هو مسميه بي آي جي إن البوست إنفكشوس جلومينوفرايتس، لأنه اكتشفوا حديثا أنه مو بس بيتلو الإنتان بالعقديات، قد يتلو قد يحدث بعد إنتانات أخرى غير العقدية. وهو عبارة عن متلازمة تتأذى فيها الكبب نتيجة الإسجاب المناعي تجاه عوامل إنتانية معينة، يحدث بشكل عام وبشكل شائع عند الأطفال، لكن قد يحدث عند الكبار، مو فقط خاص بالأطفال. العوامل المسببة تحفظوا لي هذا مثل اسمكم، أهم أشع مسبباته هو الإنتان بالعقديات، وخصوصا الزمرة أو المجموعة A الحالة للدم نمط بيتا. دائما هذا بتنسألوا عليه سواء نظريا بالنظري، شو نوع العقديات اللي بتأدي لالتهاب الكبد الكلي الحاد للإنتان العقديات، دائما هي المجموعة A أو الجروب A الحالة للدم من نوع بيتا، حيث غالبا ما تكون تالي لإصابة بلعومي أو خمج جلدي. انتبه هون، يا أما بكون المريض أو الطفل عنده التهاب بلعوم أو لوزات بالعقديات، أو أحيانا قد تكون تالي لإنتان جلدي، مثلا يكون عنده قوبة بالجلد ممكن تؤدي لحدوث التهاب كبد وكلي. ولكن بتختلف الفترة بين حدوث الإنتان حدوث التهاب الكبد والكلي بعد التهاب البلعوم عن الإنتان الجلدي. طبعا هون مثل ما ذكرنا لا يقتصر على العقديات، فقد تبين حديثا أن جميع العوامل المسببة للإنتان والتي تؤدي لتشكل معقدات مناعية ضد مستضد قد تتسبب في حدوثه، مثل العنقوديات استافيلوكوك والرئويات اللي هي مكورات الرئوي نيوموكوك، الملاريا وبعض الحمات الراشحة مثل الحماق أو هو جدري الماء، والإبشتاين باي فيروس هذا اللي بيسوي داء وحيدات النواة الخمج. هل الآلية الإمراضية لحدوث التهاب الكبد والكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات، عند دخول العامل الممرض مثل العقديات إلى الجسم فأنه يحرض استجابة مناعية وإنتاج الأضداد التي ترتبط بمولدات الضد، فتشكل معقدات مناعية من نمط فرط الحساسية النمط الثالث. لأنه بس تدرس المناعة بتلاحظوا أنه في أربع أنماط لفرط الحساسية، فالتهاب الكبد والكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات هو بكون ناجم عن تفاعل ضد مصدد، وهو هذا النمط الثالث. تترسب هذه المعقدات المناعية على الغشاء القاعدي للكبد الكلوية glomerular basal membrane تحت الخلايا الظهرية، لتشكل كتل تسمى حدبات سنام الجمل أو بسموها الهامبس. هي إذا ذكرت بالسؤال بالتشريح المرضي قال لك شفنا مثلا على الغشاء القاعدي تحت الخلايا الظهرية حدبات سنام الجمل أو الهامبس، هي بتشخص التهاب الكبد والكلي الإنتان بالعقديات، فبتأدي لتوذم الخلايا البيطانية وحدوث تكاثر خلوي بسيط، مثل ما ذكرنا أنه البسط ستريبتوكوكال هو نمط منمى، وبالتالي بيؤدي لتضيق لمعة الأوعي وانخفاض معدل الرشح الكبه، وبالتالي حدوث شح بول بيخرب الأغشية القاعدية، وبالتالي بيؤدي لحدوث بيلي دموي مع بيلي بروتيني خفيفة أو متوسطة بتكون متلازمة كبية. انتبهوا التهاب الكبد والكلي التالي الإنتان بالعقديات ما بترافق مع متلازمة النفروزية، يعني البيلي البروتيني بتكون أقل من 3.5 جرام. المظاهر السريري 80% من الحالات بتكون تحت سريري بشكل عام، يعني تحت سريري المقصود فيها انه الاعراض اما بتكون خفيفه او بتمر بشكل غير ظاهر. اما المظهر السريري النموذجي فهو بيتظهر على شكل متلازمه كلويه كبيبي حادي، يعني نفرتي، بيتظهر على شكل شح بول
بيلي دموية، ارتفاع توتر شرياني، وذمات معممة، تعب ونقص شهية تستمر من 12 ل 15 يوم. هلا الملاحظة الأهم أنه غالبا عند هالأطفال هاي هدول منوجد قصة إنتان بلعومة أو التهاب لوزات أو خمج جلدي سابق بالعقديات قبل حوالي 10 إلى 20 يوم شوفيها منها المريض، وبعدها بتظهر البيل الدموي لاحقا. إذا القصة الوصفية عادة أنه طفل بأعمار 10 أو 12 سنة بيجيك عنده بيلي دموية ووذمات وارتفاع توتر شرياني، إذا سألته بالقصة سابقا هل كان عندك التهاب لوزات أو إنتان جلدي، بتلاقي مثلا ممكن الأهل يذكروا لك أنه إيه والله من شي 15 يوم كان عنده التهاب لوزات وعطينا دواء. فهي القصة إذا جتك طفل معالج سابقا قبل شي 10 أو 15 يوم للالتهاب بلعوم أو التهاب لوزات وحصل عنده بعدها بيلي دموي، فهي كثير بتوجه الالتهاب الكبد الكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات. فقط في ملاحظة مهمة ومهمة كثير لتميزوا بين مرضين، أولا فيما يخص التهاب الكبد الكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات، إذا كان المرض بعد التهاب بلعوم أو التهاب لوزات غالبا بتظهر التهاب الكبد الكلي بعد 1 إلى 3 أسابيع من الإنتان بالعقديات التالي لالتهاب بلعوم أو التهاب لوزات. أما إذا ظهر التهاب الكبد الكلي التالي للإنتان بالعقديات بعد خمج جلدة فغالبا بيحتاج من 3 إلى 6 أسابيع. يعني إذا كانت الإصابة ناجمة عن إصابة جلدية مثل القوباء غالبا بتتأخر بالظهور لحد 6 أسابيع. أما بعد الإنتان بالبلعوم أو اللوزات تظهر غالباً خلال 1 إلى 3 أسابيع. طبعاً في مرضين لازم نميز بيناتهم بناء على القصة السريرية اللي بيعطينا إياها، وهو كمان عنا اعتلال الكلي بالآي جي اي أو دا بيرجر. طبعاً أنا بحكي لكم هاي ملاحظات خارجية وهي يعني مفيدة نظرياً وحتى بالناحية العملية. كمان دا بيرجر بيظهر غالباً تظهر البيلي الدموية فيه، راح ندرسه لاحقا، تظهر البيلي الدموية فيه غالبا بعد خلال أو بعد إنتان طرق تنفسية علوية، إما يعني خلال الإنتان أو بعده خلال 1 إلى 3 أيام. فإذا ذكرك بالقصة أنه الطفل عنده كان رشح وزكام أو التهاب طرق تنفسية علوية خلال 3 أيام وبعدها ظهرت عنده بيلي دموية وأعراض متلازمة كبية حادة، فهون بكون التشخيص داء بيرجر أو اعتلال الكلي بالآي جي اي، لأنه إسا ما بتلحق التهاب الكبد الكلي التالي للإنتان بالعقديات ما بيلحق يظهر خلال 3 أيام، بده على الأقل من أسبوع لعشرة أيام لحتى يظهر. أما إذا أعطاك بالقصة أنه طفل كان عنده التهاب بلعوم أو التهاب لوزات وظهرت عنده البيلي الدموية وأعراض المتلازمة الكبية الحادة بعد 10 أيام، هون بتفكر بالتهاب الكبد الكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات، لأنه حتى تتشكل الأضاد حتى يحدث تفاعل ضد ومستضد ويروح يترسب بالكبد الكلوي ما بيلحق خلال يوم أو يومين أو 3 أيام، هون بتكون غالبا دا بيرجر. أما إذا عطاك بالقصة أنه قبل 10 أيام كان عنده إنتان علوي أو التهاب لوزات أو التهاب بلعوم، فهون بتمشي مع التهاب الكبد الكلي التالي للإنتان بالعقدية. هلا بنرجع للإجراءات التشخيصية، تحليل البول والراسب، تناظر كبة بيعطينا بيلي بروتيني متوسطة، كريات حمر مشوهة والصوينات كريات حمر، ومن نادر أنه تكون البيلي البروتيني توصل لنفروزي، يعني بتكون أكثر من 3.5 جرام. تحليل الدم وهو كتير مهم، وأهم هو نقص مستوى المتممي C3، وهذا أهم علامة واسمة لأنه بيستهلك بالشلال المناعي اللي بتشكل بالحدثية التهابية. إذن يجب أن تكون C3 ناقصة في كل حالات التهاب الكبد الكلي التالي للإنتان بالعقديات، لذلك تستخدم للمراقبة، إذ أن عودة مستويات C3 لقيمة طبيعية مؤشر على حدوث الشفاء وتوقف الشلال المناعي. هاي الفقرة كتير مهمة، إذا سألته إنه شلون بنعرف
مريض عنده التهاب الكبد والكلي حاد تالي الانتام بالعقديات شلون نعرف وشفه؟ بتقول له من عاير مستوى السي 3، اذا رجعت للطبيعي بكونوا شفيان الطبيعي. طبعا ايضا ايجابيه الانتي ستريبتو ليزين او وهو الاس ال او، هي انتبهوا ما بتشخص ولا بتاكد تشخيص، هي فقط توجه للانتان. يعني انت لما بيجيك طفل وعنده الاس ال او عاده الطبيعي تقريبا 150 وحده دوليه باللتر، فاذا لقيتها اقل من 250 فتعتبر طبيعي. اما لو فرضنا لقيتها عن طفل 400 انترناشونال يونت بالمليلتر، فهي بتوجه لانتان حديث بالعقديات، ما لا تؤكد تشخيص. مثل مذاكر هون الاستاذ توجه للانتان بالعقديات فقط، وبالتالي ليس ثابت لان العامل المورد قد لا يكون العقديات. هسه كمان هي هسه اكثر انه هي اذا كانت ايجابيه فهي توجه لانتان حديث بالعقديات، يعني حدث من اسبوعين او من ثلاث اسابيع، ولكن احيانا قد يكون العامل المورد اصلا مو العقديات. هلا الخزعه، لا تستطب الخزعه الا في حالات معينه، وفي حال اخذ الخزعه سنشاهد ما يلي. بالمجهر الضوئي بتلاحظ كبيبات ملتهبه مفرطه الخلويه مع ارتشاح الكريات البيض في الشعريات الكبيه وتوزم الخلايا البيطانيه وتكاثر الخلايا الميزانشيمي بالتالق المناعي. هذا المهم، تالق مناعي حبيبه، لانه مثل ما قلنا المعقدات المناعيه بتترسب بشكل حبيبه وبتكون ايجابيه بكون مشكله من الاي جي جي والسي 3 اللي هي المتممه. بالمجهر الالكتروني هون اذا قلت لك وجود ترسبات ضخمه حبيبيه على الغشاء القاعده بشكل سنام الجمل همس، هي اذا ذكرت يعني هالمعلومه هي بالسؤال فبتشخص التهاب الكبد والكلي التالي الانتان بالعقديه. هلا هون معطينا حاله سريريه، طفل عمره 8 سنوات، طفلي اتت بحاله اسعافيه حيث استيقظت على بيله دمويه غزيره وذمات معممه في الجسم. ذكر الاهل ان طفلتهم عانت من شح بول منذ يومين، انه ما عاد بول، كميه البول عندها قليله، كما انها كانت مصابه بالتهاب لوزات حاد منذ 10 ايام. عند فحص المريضة كانت تبدو عليها علامات التعب ونقص الشهية، وعندها الضغط الشرياني كان مرتفع. مثل ما ذكرنا عندها قصة التهاب لوزات من 10 أيام، عندها شح بول، وعندها بيلة دموية ووذمات معممة بالجسم، وأيضا عندها ارتفاع بالضغط، فهي بتوجهنا نحو متلازمي كبي. هلأ بفحص البول والراسب وجدنا ألبومين البول 350 ميلي جرام بالديسيلتر في بول 24 ساعة، ما كميته كبيرة، بالإضافة لوجود كريات حمر مشوهة، الصوانات كريات حمر. أهم فحص مخبري هوني نجريه لهذا الطفل هو المستويات المتممة سي 3، وجدنا أنها منخفضة، فهي بتأكد لك التشخيص. طبعا بهيك حالي ليس هناك حاجة لإجراء الخزعة، بما أن المريضة طفلي والقصة وصفية، إلا أنه من الضروري متابعة الحالة حتى تختفي المظاهر السريرية، والتي عادة تستغرق 12 ل 15 يوم وتختفي ويختفي أي دليل على وجود متلازمة كبي. تعطى حتى السنة، يجرى فيها تحليل بول شهريا، ويدل استمرار وجود بروتين أو كريات حمر بعدها على الدخول في طور الإزمان، والذي قد ينتهي بالقصور الكلى. هلأ بشكل عام التهاب الكبد والكلي الحاد التالي للإنتان بالعقديات، إذا كانت القصة وصفية مثل ما ذكرنا أنه التهاب بلعوم، التهاب لوزات من 10 أو 15 يوم، وبعدها تطور عنده متلازمة كبية حادة، بيلة دموية، وذمات، وارتفاع توتر شرياني، وكانت المتممة سي 3 منخفضة، فبهيك حالي تعتبر القصة وصفية وما في داعي لإجراء خزعة للكي، إلا في بعض الحالات رح نذكرها. هلأ هوني هاي صورة لالتهاب الكبد والكلي الحاد التالي الانتان بالعقديات، بتلاحظ هاي الموجودات كلها انه في عندك بكون كريات حمر مشوهه واسطوانات كريات حمر، بتلاحظ ايضا في توذم بالخلايا البيطانيه، وفي التحام الاستطالات القدميه، وايضا وجود كريات بيض عديده النواه، وتكاثر بالخلايا الميزانشيميه،
وتضيق لمعة الشعريات بسبب التكاثر الخلوي، وأيضا بتترسب ترسبات معقدات مناعية مؤلفة من الـ IgG والـ CD3 بشكل حدبات سنام الجمل. هلأ السير والإنذار، غالبا ما يكون المرض محدد لنفسه، يعني بيشفى تلقائيا وسليم الإنذار عند الأطفال، حيث يحدث الشفاء العفوي تقريبا في نسبة 90% من الحالات. أما عند البالغين فبكون الإنذار أسوأ، وبتبلغ نسبة الشفاء العفوي بين 50-70%. إذا لم يحدث الشفاء العفوي قد نواجه أحد الاحتمالات التالي: إما تظاهرات شديدة للمرض، سير شديد وغير معتاد بترافق مع ارتفاع ضغط شرياني ووذمة رئة، وهون بهالحالة لما بترافق مع وذمة رئة لازم نعطي خافضة الضغط وإعطاء المدرات وريديا، أو الإزمان، وبيقصد فيه هون عدم حدوث شفاء مخبري بعد سنة، بعد 12 شهر. إذا ضلت البيل الدموية المجهرية أو البيل البروتيني استمرت أكثر من 12 شهر أو أكثر من سنة، فهون بنسميه بكون المريض دخل بمرحلة الإزمان، أي بقاء البيل البروتيني والدموية وحتى لو كانت مجهرية بعد سنة. لذلك يوصى بإجراء تحليل البول شهريا بعد زوال الأعراض السريرية للتأكد من عدم الوصول لحالة الإزمان. قد يتكرر لدى هؤلاء المرضى لاحقا تظاهرات المتلازمة الكبي الفعالي. هلأ التهاب الكبة بالكلي تالي الانتام بالعقديات نادرا ما يصل إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، لأنه مثل ما ذكرنا عند الأطفال نسبة الشفاء تقريبا شيء 90%. أو الاحتمال الثالث هو تحول التهاب الكبب إلى النمط تحت الحاد أو المترقي بسرعة أو ذو الأهلي. في بعض الحالات من التهاب الكبب الكلي الحاد التالي الانتام بالعقديات بيتحول من بوست ستريبتوكوكال إلى نمط سريع مترقي أو التهاب الكبب الكلي ذو الأهلي، وهذا بيحدث في ربع إصابات البالغين. لذلك يعني هو خطير، بكون عند البالغين وبكون سليم عند الأطفال. تستمر المظاهر السريرة للمرض في هذه الحالة لأكثر من 15 يوم، ويجب قبول المريض في المشفى فورا وإجراء الخزعة. بهالحالة هاي عند البالغين، إذا شخصنا التهاب كبب كلي تالي انتام بالعقديات عند البالغين يجب إجراء خزعة بعكس الأطفال، ويجب البدء بتطبيق سيرويدات جهازية مع أو مثبطات المناعة، وأيضا قد نستخدم فصادة البلازما لتجنب حدوث النخر الذي ينتهي بالتليف. هلا ملاحظة مهمة: عندما تكون القصة السريرية واضحة مثل ما ذكرت، متلازمة كبية مع سوابق إصابة بالعقديات كالتهاب بالعوم لدى الطفل، يمكن تشخيص التهاب الكبب والكلي تالي الانتام بالعقديات دون اللجوء إلى الخزعة. إمتى بنلجأ إلى الخزعة؟ في حال عدم الاستجابة على العلاج أو نقص البيلي الدموي أو ترقي أرقام الكرياتينين، يعني أرقام الكرياتينين ظلت عم ترتفع ما عم تنخفض، وأيضا في حالة الإصابة عند البالغين أو تفاقم الحالي إلى النمط تحت الحاد. هذول الخمس حالات بدكم تحفظوا ليها ما هو استطباب إجراء خزع الكلي عند المرضى المصابين بالتهاب الكبب الكلي الحاد تالي الانتام بالعقديات. هلأ التدبير: الشفاء العفوي عادة هو القاعدة، ولا يعالج ما بينعطى فيه عادة الكورتيزون، إما إنما تقتصر المعالجة على المعالجة العرضية واللي بتشمل الراحة التامة في السرير، ما بتخلي الطفل والله يضل يلعب ويحرق، المدرات في حال وجود شح بول أو وذمات، خافضات الضغط إذا كان الضغط مرتفع، وأفضل بحالة التهاب الكبب الكلي التالي الانتام بالعقديات هو الأملودبين أو حاصلات عقمية الكالسيوم، وحمي ناقصة الملح، لأنه الطفل عادة بيكون عنده وزمات، فبالتالي بدك تخفف كمية الملح مع تحديد السوائل للتخفيف من الوزمات. وعادة أفضل وسيلة للتقدير تحسن الطفل وتحسن الوزمات هو أنك تزينه، تقيسه، يعني تزينه يوميا، ما بتعتمد على المظهر العياني. الصادات غير مجدية بعد شفاء الإنتام عادة لا تعالج بالصادات التهاب الكبب الكلي الحاد التالي الإنتام بالعقديات أثناء حدوثه، إذا كان التهاب البلعوم أو التهاب اللوزات شفيان ما بنعطي فيه صادات، ولكن قد يعطى على سبيل الوقاية. أما إذا كان الإنتان فعال الساتو سواء كان جلدة ولا التهاب بلعوم تعطى فيه الصادات. في ارتفاع الضغط الشديد
أو وزمية الرئة، يتم نقل المريض إلى المشفى سريعاً وإعطاؤه المدرات وريدياً في حال تطور للنمط تحت الحاد اللي هو قلنا هذا المترقي بسرعة أو ذو الأهلي، هون بيكون العلاج الكورتيزون مثبطات مناعة وفصادي البلازما. هلأ بنجي لهذا النوع اللي كنا عم نحكي عليه، هو النوع الخطير التهاب الكبب والكلي تحت الحاد الصب أكوت جلوميرولونفرايتس، وهذا يدعى أيضا بالتهاب الكبب والكلي المترقي بسرعة، وأيضا له اسم ثالث التهاب الكبب والكلي ذو الأهلي كريسنتيك جلوميرولونفرايتس. هو أخطر أشكال التهاب الكبب والكلي، بيترافق مع أذية كبية شديدة، يعد متلازمة سريرية وليس مرضا بحد ذاته. انتبه، لأنه قد يتطور عن أي شكل من أشكال التهابات الكبب والكلي، فهو متلازم. يعني أي نوع من أنواع التهاب الكبب والكلي قد يتطور إلى مترقي بسرعة، سمي هكذا لأنه يتطور بسرعة وقد يفقد الكلي وظيفتها، يعني بيتطور لقصور كلوي خلال أيام لأسابيع. آليته بشكل عام تكاثر عشوائي وسريع في الخلايا الظهارية الجدارية والحشوية بشكل كتلة ورمية محددة بمحفظة بومان التي تمنعها من الانتشار، بالتالي بيؤدي لضغط على الكبب وبيؤدي لانسدادها. إذا استمر التكاثر فإنه يؤدي لحدوث تنخر ثم تليف في الكوبين. تظهر الخلايا المتكاثرة بالتشريح المرضي بشكل أهلي، لذلك سمي التهاب الكبب الكلوي ذو الأهلي، تحيط بالكبي الكلوي لذلك سمي بذو الأهلي. هلا هذا الشكل بوضح لك النمط، الشكل هذا الصورة اللي على اليسار من الأعلى هي الطبيعي، عندك الصورة اللي على اليمين بعدين هذا شلون بيتطور، هي مراحل تطور التهاب الكبب والكلي ذو الأهلي، بيحصل تمزق بالغشاء القاعدي ربتشار، بعدين بيتشكل هلال خلوي، لاحظوا تشكل هذا بسموه سيلولر كريسنت، وبعدين بيتشكل فيبروس كريسنت تليف بيحصل فيه، واخيرا هذا مظهر المظهر النهائي للكبب الكلوي بالتهاب كبب الكلي الحاد السريع المترقي. المظاهر السريرية أعراض متلازمة كلوية أو كبيبية نفرتك، بيلة دموية وارتفاع ضغط وبيلة بروتيني، شح بول شديد لانضغاط بسبب انضغاط الكبب الكلوي بسبب التكاثر الخلوي الشديد، وبأدي أيضا بترافق مع وذمات، بيتطور لقصور كلوي خلال أسابيع، تتراجع وظائف الكلي، قد يصل الكرياتينين إلى 4 إلى 5 ميليغرام ديسيلتر، ويعني بيكون هوني بهالحالي المريض طبعا بالبداية بيكون بيدخل بقصور كلوي حاد، وبعدها إذا استمر أكثر من 4 أسابيع أو أشهر بيتطور لقصور كلوي مزمن. طبعا قد يترافق مع مظاهر سريرية أخرى مثل النفث الدموي الغزير في متلازمة جوت باستر. بالتشريح المرضي يصنف هدول، هذا تصنيف كمان مهم، التشريح مرضي ل أول شيء النمط متواصل لضغط الغشاء القاعدي، وهو بيسموه النمط الأول لالتهاب الكبب الكلي السريع المترقي، وهو بيسموه الضاد موجهة ضد الغشاء القاعدي أنتي جلوميرولونفرايتس بيزل ممبرين أنتي باديز. هذا بشكل 20% حالات، ويتميز مثل ما قلنا فقط الضاد، إذا كانت الضاد موجهة ضد الغشاء القاعدي عادة تترسب بشكل خيطي، وعادة الأضاد بتكون من نوع الاي جي جي، ومثل ما ذكرنا مثال عليه هو متلازمة جود باستور، وله شكلين، متلازمة جود باستور بتكون الأضاد موجهة ضد الغشاء القاعدي في كل من الكبب الكلوية والأسناخ الرئوية، لذلك عادة بترافق مع نفث دموي وفي شكل محدود ضمن الكلي، هذا بسموه النمط المبتور من متلازمة جود باستور. النمط الثاني تشريحيا مرضيا لالتهاب الكبب والكلي السريع
المترقي وهو بيكون الناجم عن ترسب معقدات مناعية. هذا بشكل 40% من الحالات، وبتميز التألق المناعي بوجود معقدات مناعية إيجابية الاي جي والسي 3. هذا غالبا ما بيكون ثانوي، وبيحدث بالأمراض التالي، غالبا ما يحدث في سياق مرض مناعي جهازي مثل ذؤبي الحمامي الجهازي وفرفرية هنخ شوين لاين، أو قد يتطور عن التهاب الكبد والكلي الحاد، العقديات أو التهاب الكبد البدئي المزمني مثل اعتلال الكبد والكلي بالآي جي اي، زملاء صوت مسموع متابعين معي؟ ايه دكتور مسموع؟ تمام، لأنه جاني إشعار إنه بس على كل حال خلص طالما الأمور ماشية تمام يعني. قربنا نخلص يعني حتى ما نكثر عليكم. وعندنا النمط الثالث هو النمط الفقير مناعيا اللي بسموه البوتشي إميون، هذا بشكل 40% حالات التهاب الكبد والكلي المترقي بسرعة، سمي بالفقير مناعيا بهالنوع هذا، لذلك سموه البوتشي إميون، يعني لا منلاحظ فيه لا وجود معقدات مناعية ولا ترسب أضداد خطي، إنما يشخص بملاحظة وجود إيجابية أضداد الأنكا، هي أحد الأضداد اللي تدرسوها بأمراض الروماتولوجي أو الأمراض الرثوية أو الأمراض المفاصل. هذا بيحدث غالباً في سياق التهاب الأوعي الجهازي مثل داء واغنر. داء واغنر هو عبارة عن نوع من التهابات الأوعي بسموه التهاب الأوعي الحبيبومي، وغالباً مترافق مع إيجابية الأضداد سي أنكا، أو التهاب الأوعي العديد المجهرة الميكروسكوبيك بولي أنجيتيس ومترازمة شيرج وستراوس، هي التهاب الأوعي الحبيبومي بالحميضات، هذول بيكونوا عادة مترافقوا مع إيجابية الأضداد البي أنكا. قد يكون بدئيا مجهول السبب، شائع عند ذكور الكهول بعمر 40-50 عام، تشترك الأنماط الثلاثة بالمظهر تحت المجرى الضوئي بوجود الأهل. هلأ هاي الأنماط الثلاثة اللي حكينا عنها، والنمط الأول اللينير الخطي وهو يكون أضداد موجهة ضد الغشاء القاعدة، لذلك مثل دا جود باستر تترسب الأضداد بشكل خطي. أما هذا النمط الثاني اللي هو بيكون نمط المعقدات المناعية بتترسب بشكل حبيبة، والنمط الثالث اللي هو هذا البوتشي إميون أو النمط النيجاتيف، هذا ما بتشاهد فيه لا ترسب معقدات مناعية ولا وجود ترسب أضداد. هدول كتير مهمات لازم تحفظوا لي البنود الموجودات، لأنه كمان هدول بيسألوا عن هون. هون طبعا بالإنجليزي نفسه اللي مكتوبات بالعربي. التايب 1 هو المحدود أو بسموه المبتور، النمط المبتور للباستر، هذا بيكون ناجم، النمط الأول مثل ما ذكرنا ناجم عن ترسب أضداد خطية، بتكون الأضداد موجهة ضد الغشاء القاعدي من نوع الاي جي جي، له نمطين، النمط الأول هو دا جود باستور اللي بيكون موجه ضد الغشاء القاعدي للكبب الكلوي والأسناخ الرئوي، والنمط الثاني بسموه النمط المبتور أو المحدود ضمن الكلي، النمط المبتور دا جود باستور. النمط الثاني هو نمط المعقد المناعي، ولاحظ فيه ترسب أضداد أو ترسب معقدات مناعية تترسب بشكل حبيبة، وبترافق مع الأمراض التالية، إما أن يكون إديوباثيك مجهول السبب، أو التهاب الكبد والكلي التالي للإنتان بالعقديات أو بعد الإنتان، الذوبي الحمامي الجهازي، فرفرية خنخ شوين لاين، وعندنا داء بيرغر أو الاي جي اي نفروباثي وبعض الأمراض الأخرى. النمط الثالث اللي هو بسموه البوتشي إميون، هذا مثل ما ذكرنا ما في لا ترسب معقدات مناعية ولا ترسب أضداد، وهو اللي بترافق مع إيجابية الأضداد أنكا أسوشيتد، الجرانيوماتوس بولي أنجيتيس اللي هو داء واغنر، والميكروسكوبيك بولي أنجيتيس، وأيضا داء شيرج ستراوس. وهوني بالتشريح المرضي لاحظوا هذا تشكل الهلال، لما بشوفوا بالتشريح المرضي هالتشكل هالهلال هذا، لذلك سموه الكريسنتيك
جلوميرولونفراتيس، هذا مشخص لالتهاب الكبد والكلى الحاد السريع المترقي. هل التشخيص والعلاج والإنذار؟ تشخيص التهاب الكبد والكلي السريع المترقي عادة يكون بأخذ خزعة، ويجب أن يتم أخذ الخزعة بأسرع ما يمكن للبدء بالعلاج وإنقاذ الكلي، لأنه مثل ما ذكرنا قد تؤدي إلى قصور كلوي مزمن خلال أسابيع إلى أشهر. العلاج واحد للأنماط الثلاثي، ويجب أن يكون مبكرا ومكثفا، يعني عادة بيكون هجومة. الكورتيزون 1 جرام عادة بينعطى على شكل ميتيل بريدنيزولون، بسموه الفلاشينج ثيرابي، بنعطى 1 جرام وريديا لمدة 3 أيام الميتيل بريدنيزولون، وبتنعطى أيضا مثبطات المناعة. ومثل داء جود باستور أفضل علاج له، طبعا هو علاجه كتير صعب وأحيانا قد يؤدي وفاة المريض، أفضل علاج له هو أنه في صادة البلازما للتخفيف من الأضداد الجائلي في الدوران. مثل ما ذكرنا الإنذار قد يتطور خلال أسابيع إلى قصور كلوي مزمن، لكن البدء المبكر بالعلاج يحسن الإنذار. إذا كانت نسبة الكبب المصابة أقل من 50% يكون الإنذار أفضل، أما أكثر من ذلك فيكون الإنذار سيئا وقد نخسر الكلي. هلا راح نحكي عن والأسناخ الرئوي، لا توجد معقدات مناعية والمتممة بتكون طبيعية لأنه فقط هو متوسط بالأضداد. يصيب الذكور في سن الشباب عادة، هذا بيصيب الذكور أكثر. بالظهر سريا على شكل إصابة رئوية، تصاب كل الأسناخ فيحدث نفث دموي كتلي غزير قد يودي بحياة المريض، لذلك تعد الإصابة الكلوية أخطر في داء جود باستور، وبالتالي يتحدد إنذاره بالإصابة الرئوية. إصابة الكلي تظهر على شكل مترازمي كبي حادي، التهاب كبد وكلي حاد بأضداد مترسبة بشكل خيطي على الغشاء القاعي. أي شاب يشكو من نفس دموي غزير مع أعراض التهاب كبد وكلي فهو داء جود باستور حتى يثبت العكس. إذا جاءك شاب عم يشكي من نفس دموي وعنده مترازمة كبية حادة، مثلا بفحص البول لقيت عنده كريات حمر مشوهة، اسطوانات كريات حمر، بيلي دموية، عنده ارتفاع ضغط شريانة، وذمات، فهذا أول شيء بتفكر فيه، خصوصا إذا كان عنده النفس الدموي أول شيء بتفكر فيه هو مترازمة جود باستور. العلاج في مترازمة جود باستور طبعا لازم يتعالج بشكل إسعافي، استيرويدات ومثبطات مناعة وفصاد البلازما. في حالات نادرة جدا قد نلجأ لتصميم الشريان الكلوي أو لاستئصال الكلتين لمنع تشكل مزيد من الأضداد التي تهاجم الغشاء القاعدي للأسناخ الرئوي في محاولة لإيقاف تصنيع أضداد الغشاء القاعدي وإيقاف نفس الدم، لكن هذا الشيء ما بعرف من المذكور أصلا، هذا الشيء بطل من زمان. وبعدها يوضع المريض على التحاليل الدموي أو زرع الكي مقابل إيقاف نفس الدم، وبالتالي يكون مهددا لحياة المريض. سلبية الأضداد على الغشاء القاعدي تعني شفاء المريض. هلأ ضل عندنا بس الشكل المبتور من جود باستور، مثل ما ذكرنا هذا الرينال ليميتيد، بتقتصر الإصابة في الشكل المبتور على الكبب الكلوية فقط بدون وجود أذية رئوي، لذلك لا يحدث نفث دم عند المريض، وبالتالي بيكون الإنذار أسلم من تنادر جود باستور، ولا توجد خطورة حادة على حياة المريض. هذا بيصيب الإناث في منتصف العمر عادة بعمر 30-40 سنة. هلأ هذا منكفي بالمحاضرة القادمة، التهاب الكبب والكلي المزمن البدن. لهون بكون انتهت محاضرتنا، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. في حدا عنده سؤال يا زملاء؟
إذا ما في سؤال الله يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيكم. هلا بالعادي يعني هيك الحضور عادة بيكون عندكم 13 زميل فقط من الحاضرين المحاضرة. لا ما في عدد محدد. حكيم في ناس تحضر على اليوتيوب يعني هاي عم يسجلوها. لا تمام ما في مشكلة. ما في حدا عنده سؤال؟ يعني فهمته وكل شيء درس؟ ايه الله يعطيك العافية. الله يعافيك كلك. بنلتقي بالأسئلة إن شاء الله بالامتحان وبعدين بنشوف. يلا حيلات صعب علينا. ما أنا مصعب عليكم. طيب المفروض إذا فهم عنين المفروض نجرب مفروض. ما بصعب عليكم إن شاء الله. الله يجزيك خير. الله يسلمكم. السلام عليكم ورحمة الله.